المكان ده فيه بركة كبيرة جدا وبيجي له زوار من جميع أنحاء الجمهورية. وأنا يعني لمست شخصيا في هذا المكان بركات كبيرة جدا، يعني من ضمن البركات صورة البنتكراتور اللي هي أيقونة السيد المسيح اللي قدام المسبح، دشنها سيدنا أبينا المطهر أنبا بنيامين سنة 84. وأثناء التدشين وهو بيدشن كان في أفواج من أهل البلد اللي عايشين في مصر واسكندرية. أثناء ما هو بيدشن شافوا الست العذراء في مع الإيد التدشين، وبانت أنوار كبيرة في حضن الآب، وبدأ نعرف أن الأيقونة دي فيها بركة. ومن فترات بسيطة خالص كنا نشوف أنوار تيجي من أيقونة السيد المسيح وتيجي على المسبح وترشم بالنور صلبان، واستمر هذا النور أسابيع لدرجة يعني سيدنا جه مرة من المرات متأخر ليلا علشان يشوف النور ده، وفعلا شاهد بيه واتكلم عنه في كليريكية طنطا في الغربية. ده كان امتى يا بون؟ يعني الكلام ده كنا تقريبا في حوالي 2001-2002.